بإشراف من جمعية البحرين لهواية الطوابع البريد، انطلق مزاد أرادوس بإدارة مجموعة صلاح لبيع التحف الأثرية والمقتنيات النادرة والعملات، مشاركة واسعة من دول الخليج العربية وعدد من هواة جمع التحف والقطع الأثرية النفيسة لما لها من قيمة معنوية كبيرة وإرث ثقافي هام جمع شعوب المنطقة لمئات السنين. الزميل يحيى العمري حضر المزاد وعاد بالتقرير التالي. صاحب مزاد أرادوس فليتفضل. كنز خليجي عريق يكتظ بتفاصيل دقيقة وفريدة يتفاعل معها عشاق التراث الشعبي والقطع الأثرية التي باتت صناعتها تقترب من حافة الاندثار، فقد بلغ بهم الاهتمام إلى حدود الولع مهما ارتفع ثمن هذه القطع، وهو ما أتى بهواة القطع الأثرية والعملات النادرة في الخليج للمشاركة بمزاد أرادوس هنا في المنامة. هذا ملتقى خليجي يضم هواة القطع الأثرية والتحف والطوابع والعملات ليتبادلون فيها الخبرات ويتبادلون فيها المعرفة، يوصلون الغاية اللي من أجلها يجتمعون. هذه اليوم نحن نجتمع في مملكة البحرين الرسالة أن تاريخنا وجذورنا وحدة لابد أن نحافظ عليها، نغرسها في نفوس أولادنا ونحافظ على موروثنا وعلى القطع الأثرية والتراثية اللي لها معنى كبير. 600 قطع نادرة بذل المشاركون جهودا كبيرة في جمعها وحفظها وترميمها إذا تطلب الأمر، جاءوا بها من معظم دول الخليج العربي، فالندرة بالنسبة لهم هي المعيار الأول، والبحث عن القطع المميزة والقديمة يستهوي قلوبهم ويلبي شغفهم اللامتناهي بموروث أجدادهم الذي يعطيهم بعدا أعمق من قراءة التاريخ وتوثيق جمالياته وروعة الصنع والحرف الرائجة آنذاك. يحتوي هذا المزار على القطع النفيسة التراثية اللي تناساها جيل هذا اليوم اللي ما يعرفها، هذه قطع ثمينة ونفيسة وفيها من أهل التراث وفيها طال عمرك نجمع من كل دول مجلس التعاون، طبعا حوالي 30 متشارك في هذا المعرض. أهمية هذه المزاد إنهم يقتنون، كل واحد يحب يقتني القطعة المميزة، فشخص يضحي بهذه القطعة عشان شخص ثاني يقتنيها. طبعا هذا أول مزاد يضم الشقين اللي هو الأنتيك التحف والعملات، فهذه أول مرة تصير أن يندمجون مع بعض وفيه نوادر كثيرة. والمزاد طبعا مزاد أرادوس بالتعاون مع جمعية البحرين اللي هو الطوابع ومحلات صلاح أنتيك وخليفة ما قصروا معنا وطلعنا بهذه الصورة الحلوة مثل ما يكونون. ففي عملات نادرة نازلة منها مثلا الخمسة جنيه فلسطيني سنة 1927، هذه موجود منها تقريبا 10 قطع في العالم تقريبا زايد قاصر، فهذه من النوادر بجانب بعض العملات الملكية العراقية. جسر ثقافي متين بين دول الخليج يشيده هذا التبادل والتحاور الثقافي بين المهتمين بالقطع الأثرية والنادرة، حضروا وبجعبتهم كل نفيس ترنو إليه أبصار الناس ويتنافسون عليه مهما ارتفع سعره. هذه المزادات مهمة جدا لأنها شوي تعمل مثل تزيد السياحة في البحرين وتبين حق الناس في الخارج مدى ما توصل له البحرينيين هواة الطوابع والعملات والأنتيك. والله أنا مشارك اليوم في المخطوطات والوثائق، فاهتمامي هذا دائما عن المخطوطات والوثائق وتكون بأعمار قديمة جدا على اساس انه هذه رغبتي انا في الاشياء، يعطيك نبذه عن التاريخ السابق، ايش اللي كان فيه الاحداث، الوقائع، المخطوطات، كيف كان يخط القران، كيف تطور الخط من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى ما وصلنا اليوم حنا. هذا المزاد حوى من القطع النفيسه ما لفت انتباه المهتمين من مختلف الدول العربيه وتجار القطع الاثريه والعملات الذين يتخذون من هذه التجاره مصدر رزق اساسي لهم، ولكنها في الوقت ذاته تتطلب الخبره والمهاره والمعرفه بانواع وتاريخ كل قطعه اثريه او عمله نادره يصدفونها في اي معرض او مزاد لتكون فعلا كنزا ثقافيا مهما. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.